شوية اليوم شغلة صارت يعني ربما ضايقت بعض الجماهير، واحنا ننقلها، فقط ننقل العتب حتى ننقلهم ايضا الاعتذار من قبل محمد المسح. اليوم كثير من الجماهير جت من مكان بعيد في استراليا الملبورن عشان يتابعون تدريبات المنتخب ويساندونه. اللي صار ان المدرب اليوم اغلق التدريبات وبعض الجماهير زعلت شوي. خلينا نشوف عبد الله العظيم طبعا تابع الموضوع وسال الجماهير وايضا اخذ رد المسحل اللي قدم ايضا اعتذاره لهالجماهير. اعتب على المدرب ان احنا اخذنا تاكسي يعني من الفندق، قالوا لنا بتصوروا مع اللعيبه بالملعب. جينا الملعب كلفنا ما يقارب 200 ريال، هذا مشوار تاكسي. جينا هنا تفاجأنا انه مغلق، قالوا للاعلاميين فقط لمده 15 دقيقه هو. فهذا اللي بدي اعتب يعني على المدرب، لان بعد المسحل كان يقول لنا الحقونا يعني على الباص عشان تصورون مع اللعيبه وتلتقون معه. فاجأنا احنا يوم وصلنا هنا قالوا لنا التمرين مغلق صراحه، يعني مع العلم انهم قالوا لنا هناك الحقونا وتعالوا علشان يعني تصورون مع اللاعبين ويعطيكم مجال يعني تصورون اللاعبين. طبعا احنا كنا عيد المنتخب هناك في الهوتيل، فحاولنا ناخذ معهم بعض الصور، فتكلم الاداره انه احنا مستعجلين نخلي اللاعب يركب الباص بعدين تصور معهم في موقع التمرين. ركبنا باص، طبعا احنا جروب تقريبا كلفنا مبلغ يعني تقريبا 200 ريال سعودي. فلما وصلنا هنا نزلنا من الباص قالوا معلش ما حتقدر تدخل التمرين. طبعا احنا ضربنا مشاوير، يمكن تعرف مدينة ملبورن ما شاء الله كبيرة جدا، فحرصنا انه نتابع منتخبنا، لكن للأسف قفلوا التمارين. كنا حقيقة انه ودنا نتابعه عن قرب يعني، لكن يعني هذه رغبات المدرب نحترم ان شاء الله، لكن اهم حاجة انه اللعيبة ان شاء الله انه يبيض الوجه في الملعب. عبد الملك ايش؟ الملك صالح الشميمري. عبد الملك محمد صالح الشميمري. السعودية ولا استراليا؟ السعودية. السعودية. كم تفوز؟ 2-0؟ من تحب من اللاعبين؟ الشلهوب. ايه؟ الشلهوب. الشلهوب. صار في لبس بسيط في موضوع التمارين المغلقة والمفتوحة. اللي احنا نعرف ان التمارين المغلقه راح تبدا من بكره، ولكن حبذا الجهاز الفني ان ايضا هذا التمرين يكون مغلق. طبعا هو لاحظ في هذا الملعب في تمرين سابق ان بعض الموجودين كانوا يسجلون ملاحظات في اوراقهم وكذا، فاعتذر من الجميع وتفهموا العذر ويبشرون بالعوض ان شاء الله. للمرة العاشرة نشكر الجماهير السعودية الموجودة في استراليا. الطلاب السعوديين حقيقة يقدمون نموذج رائع في المساندة والدعم من خلال يعني مباريات ودية يحضرونها ويقدمون فيها دعم ومساندة، حقيقة عدد قليل لكن تشعر بأنهم فعلا بالمئات في الملعب. فاصل